مشاهدينا، لا شك في أن اتفاق التعاون الاستراتيجي بين الصين وإيران ل25 عاما سيكون تحديا كبيرا لإدارة بايدن الأمريكية، إذ به يأتي فيما باءت جميع محاولات الإدارة الأمريكية مع إيران بالفشل. التعاون سيشمل الطاقة، التكنولوجيا، الصناعة والنقل، وسيكون رئة اقتصادية لإيران في وجه العقوبات الأمريكية، وسيؤمن للصين مصدرا دائما للطاقة لتدبير اقتصادها. يبقى أن انتقادات شعبية إيرانية غزت مواقع التواصل رأت أن القادة باعوا الدولة للصين في هذا التعاون. الأهم، أي نظام اقتصادي عالمي سينتج عنه، وكيف ستتعامل إدارة بايدن معه؟ هي من وصفته بأنه أهم امتحان جيوسياسي في عصرنا، وما ستكون تداعياته على أي مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة. هذا موضوع نقاشنا مع مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة دكتور مروان قبلان، هو معنا مباشرة عبر سكايب من الدوحة. دكتور مروان، صباح النور بداية. صباح الخير، شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا دكتور مروان. المثل القائل عدو عدوي صديقي ينطبق على هذا التعاون، ما له وما عليه؟ كفة من يرجح هذا التعاون، وأي واقع اقتصادي عالمي سينتج عنه؟ يعني أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة لن تكون برأيي يعني سعيدة جدا برؤية هذه الاتفاقية توقع بين الصين وبين إيران. تعرفي أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الصين باعتبارها خصمها الاستراتيجي الرئيس على الساحة الدولية، وهذا طبعا أصبح يعني حديث يومي يتحدث به السياسيون الأمريكيون تقريبا بشكل دائم. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا فعلا يعني ذهبت الأمور باتجاه تعزيز وتوثيق العلاقة بحيث تصل بين الصين وبين إيران إلى مرحلة تحالف استراتيجي، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تخسر واحدة من أدوات الضغط الرئيسية على الصين، لأنه بتعرفي أنه الولايات المتحدة تعتقد بأنه واحدة من أهم أدوات ضغطها على الصين هي امتلاكها القدرة على السيطرة على منابع النفط في منطقة الخليج من جهة، والسيطرة على خطوط امدادات النفط من جهة أخرى. والصين منذ تقريبا العام 2013 على الأقل، منذ أن أطلقت مشروع الطريق الحرير أو الحزام والطريق، مبادرة الحزام والطريق، واللي أطلقها طبعا شي جين بينغ اللي هو الرئيس الصيني الحالي، هدفها الرئيس باعتقادي هو الالتفاف أو التخلص من الهيمنة الأمريكية على خطوط نقل الطاقة. الصين نقطة ضعفها الرئيسية أنها تستهلك جزء كبير أو تحتاج إلى استيراد جزء كبير من الطاقة الضرورية لنهوضها الصناعي والاقتصادي من الخارج. معظم الطرق التي تمر عبرها شحنات الطاقة سواء غاز أو نفط تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية في بحر أندمان، سواء في بحر أندمان أو في مضيق ملقا الذي يعني يقع بين سنغافورة وبين ماليزيا. هنا سيطرة أمريكية شديدة على خطوط النقل البحري، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرة حقيقية على الضغط على الصين من هذا الباب. لكن إذا تمكنت الصين من إنشاء هذا المشروع، مشروع طريق الطريق والحزام والذي تعتبر إيران جزء أساسي منه، فهذا الطريق سوف يوفر للصين يعني امدادات طاقة كبيرة، لأن بتعرفي إيران هي ثاني أكبر احتياط غاز في العالم، هي رابع احتياط نفط في العالم. الصين تنظر إلى إيران باعتبارها محطة الطاقة للمصنع الصيني الكبير، لذلك معظم الاستثمارات الصينية بموجب هذه الاتفاقية، رغم أنه حتى الآن هذه الاتفاقية ما زالت سرية، وما نعرفه عنها عبارة عن شذرات فقط. يعني نحن نعرف بأن هناك حوالي 400 مليار دولار استثمارات صينية على مدى 25 عام، 280 مليار منها في قطاع الطاقة والغاز. هناك من يتحدث حتى عن أنه الصين اشترت حتى جزء من قطاع الطاقة الإيراني، اشترت حقول النفط بأكملها، اشترت أو استأجرت على الأقل جزر بأكملها في إيران. والهدف الأساسي كما ذكرت لك من ذلك هو إنشاء خط بري مباشر من إيران إلى الصين لنقل الغاز والنفط بعيدا عن الهيمنة الأمريكية على خطوط النقل البحرية للطاقة من جهة، وأيضا هذا سوف يؤمن للصين طريق
التصدير عبر هذا المشروع الى اجزاء من اسيا، الى غرب اسيا على الاقل، الى اجزاء من الى اوروبا، الى افريقيا. لذلك انا اعتقد التحالف الصيني الايراني سوف تنظر له الولايات المتحده الامريكيه باعتباره مصدر قلق رئيس فعلا، لانه سوف يعزز من موقع الصين على الساحة الدولية من خلال هذا الاتفاق. وأنا من وجهة نظري بأن الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة القادمة سوف تسعى جاهدة ربما لمنع يعني تطبيق أو تنفيذ أجزاء من هذا الاتفاقية، سيما وأنك كما ذكرت يعني هناك أصوات داخل إيران نفسها تعتقد بأن الحكومة الإيرانية نتيجة حالة الإحباط واليأس التي وصلت إليها نتيجة الوضع الاقتصادي السيء، استمرار العقوبات الأمريكية، عدم يعني تحقق نبوءتها بأن أمريكا سوف تقوم برفع العقوبات عنها بمجرد وصول إدارة بايدن إلى السلطة، كل ذلك دفعها إلى أن تقوم في هذا الوقت تحديدا بتوقيع هذه الاتفاقية، رغم أن هذه الاتفاقية كانت يعني جاهزة للتوقيع منذ العام الماضي على الأقل، لكن إيران تمهلت برأيي حتى وصول إدارة أمريكية جديدة. وكما ذكرت لك لما لم نعم تتحقق هذه دكتور التوقعات مروان، انت للإدارة الأمريكية الجديدة قامت إيران بالتوقيع عليها في هذا الوقت الحالي. نعم دكتور مروان، هذا سيؤمن ايضا لايران انتعاشا اقتصاديا، هذا التعاون سيكون بمثابه رئه اقتصاديه لايران بوجه الحصار الاقتصادي المتاتي على العقوبات الامريكيه المفروضه عليها، هل هذا يعني ان زمن التفاوض مع الاداره الامريكيه ولا أم ما زال هناك اليوم أنا أمل أعتقد أن بمفاوضات أمريكية إيرانية جديدة؟ هذا الاتفاق سوف يعزز أيضا، يعني هذا الاتفاق لن يؤدي فقط إلى تعزيز موقع الصين في النظام الدولي، لكن أيضا سوف يعزز مواقع إيران التفاوضية مع الولايات المتحدة، لأنه كما ذكرت يعني سوف الصين دولة اقتصاد كبير في العالم، هو ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة الأمريكية، دولة ناتجها الإجمالي القومي 14 15 تريليون دولار، هي الدولة تقريبا الوحيدة اللي تمكنت من تجاوز تداعيات كورونا بسرعة. الآن الاقتصاد الأمريكي تعتقد الاقتصاد الصيني يعمل بكامل طاقته، لذلك أنا أعتقد أنه إيران سوف تستفيد كثيرا أيضا من هذه الاتفاقية. لكن أنا برأيي إيران منقسمة إلى تيارين، يعني هناك في إيران تيارين حقيقة، تيار ربما يعني يرى بأنه إيران يجب أن تتجه شرقا لأنه تاريخها مع الغرب تاريخ مليء بخيبات الأمل في حالة كبيرة من عدم الثقة. هذا التيار يقول ماذا لو الآن توصلنا إلى اتفاق مع إدارة بايدن وجاءت إدارة قادمة بعد 4 سنوات ألغت هذه الاتفاقية، هل سنعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر، إلى نقطة العقوبات؟ لذلك لابد من أن تتجه شرقا. والمرشد الثورة خامنئي نفسه في العام 2018 هو الذي أعطى تعليماته إلى الحكومة الإيرانية بأن تبدأ بالتحضير أو بأن تسرع في المفاوضات التي بدأت مع الصينيين من عام 2016 للتوصل إلى هذه الاتفاقية. هناك تيار آخر داخل إيران يرى بأن مستقبل إيران مع الغرب، بأن إيران لا تستطيع التعويل على الصين، لأنه تاريخيا إيران كانت مرتبطة إلى حد كبير بما يجري بالغرب، بالتكنولوجيا الغربية، بالثقافة الغربية، هناك جزء من الكبير من النخبة الإيرانية حتى الآن موجود يعني متعلم في الجامعات الغربية الأمريكية والبريطانية إلى آخره، لذلك هو ما زال لديه أمل بأنه فعلا العلاقات مع الغرب تتحسن وتتطور، نعم. ويمكن أن يستخدم هذه الاتفاقية للضغط على الغرب للعودة إلى إيران ورفع العقوبات عنها وإدماجها في النظام الدولي. لذلك يعني هناك هذين التيارين داخل إيران وهما في حالة صراع، وهناك انتقادات كما ذكرت شديدة لهذه الاتفاقية، نعم. لأنه حقيقة الاتفاقية كما ذكرت لك رغم أنه لا نعرف الكثير من بنودها هي ما زالت سرية، لكن البعض فعلا يتحدث عن بيع أجزاء حتى من يعني قطاعات كاملة في البلد إلى الصينيين، يعني هناك مخاوف حقيقية داخل تيار من النخبة الإيرانية يقول بأن الصين لا تدخل مثل التاجر الغربي أو مثل الشركات الغربية، هي تدخل لتستولي على كل شيء، هي تدخل يعني هي تشتري آبار نفط بكاملها، تشتري آبار غاز بكاملها. ولا تنسي أن هناك يعني قبل بضعة أشهر تحدث صحيفة نيويورك تايمز عن أنه الصين أيضا جزء من الاتفاقية طلبت نشر حوالي 5000 جندي صيني على الأراضي الإيرانية لحماية الاستثمارات الصينية في إيران. الصين تقول أنه 400 مليار نعم. دولار ليس مبلغا سهلا سوف نقوم باستثماره في إيران، نريد أن نقوم نحن بأنفسنا بحماية المنشآت التي سنقوم الاستثمار نعم فيها أو بشرائها في دكتور إيران. مروان وأنا أخي أعتقد مثال أنه هذا سبب أساسية كبيرة.
وخير مثال على الاستثمار الصيني ما يحدث بالقارة الأفريقية حاليا، الاستثمارات الضخمة مقابل موطء قدم بالقارة السمراء مستقبليا. دكتور مروان، كيف سترد إدارة بايدن على ذلك؟ ما سيكون موقف الدول الخليجية، العلاقة الصينية مع دول الخليج التي تعتبر إيران اليوم عدو لهذه الدول بالمنطقة؟ إيران مقبلة أيضا على انتخابات رئاسية داخلية، هل سيكون لهذا التعاون آثار سلبية على مرشح النظام بهذا الاستحقاق القادم، المرشح المحافظ المرتقب المقرب من المرشد؟ هلا فيما يتعلق بعلاقه الصين مع دول الخليج، انت بتعرفي انه اصلا وزير خارجيه الصيني قام بجوله في المنطقه، يعني شملت بعض الدول الخليجيه، وانا اعتقد انه الصين تحاول ان ترسل رساله على ما يبدو بانه توقيع هذا الاتفاق مع ايران لا يعني اننا ناخذ يعني جانب في الصراع الدائر في المنطقه بين خاصه بين المملكه العربيه السعوديه وبين ايران. لا تنسي بان السعوديه يعني في نهايه المطاف هي اكبر مورد للنفط الى الصين، وهناك دول خليجية عديدة بدأت تنظر إلى الصين. لا تنسي أن الكويت وقعت اتفاقية كبرى مع الصين في العام 2018 لاستثمار جزر حتى في الكويت من ضمنها جزيرة وربا وبوبيان، وطبعا أثار ضجة كبيرة في ذلك الوقت اعترض عليه الأمريكيين. الإمارات تتمتع بعلاقات قوية جدا مع الصين، السعودية تتمتع بعلاقات قوية جدا مع الصين. أنا أعتقد بأن هناك الآن لدى دول الخليج حقيقة يعني توجه نحو شرق آسيا، لأنه معظم مصالحها التجارية والاقتصادية أصبحت هناك وليست في الغرب. يعني اليوم دول الخليج أمام برأيي أمام مأزق حقيقي. ماذا؟ لأنه تحالفها الأمني مع الغرب وعلاقتها الاقتصادية ومصالحها الاقتصادية أصبحت مع الشرق. كيف تتمكن من التوفيق بين مصالحها الأمنية وعلاقتها الأمنية التحالفية الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وكيف تتمكن بنفس الوقت من الاحتفاظ بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية؟ لا تنسي بأنه اليوم 90% تقريبا من كل نفط وغاز منطقة الخليج تذهب باتجاه شرق آسيا، جزء بسيط فقط يذهب باتجاه الغرب. لذلك لاحظت أن رغم إغلاق قناة السويس لم ترتفع أسعار النفط كثيرا في الأسواق الدولية. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لك الآن معظم النفط الخليجي سواء يعني من إيران، تعرف أن إيران تصدر أيضا جزء من نفطها إلى الصين، أو من دول الخليج الأخرى السعودية والإمارات والكويت وقطر. طبعا الصين بالنسبة لقطر هي أكبر زبون للغاز المسال بالنسبة إلى قطر، كلها تتجه إلى شرق آسيا. التحدي الكبير اليوم أمام دول الخليج ليس فقط أنه في علاقة وثيقة الآن تنسج بين إيران وبين الصين من خلال هذه الاتفاقية، لكن كيف هي نفسها تتمكن من إقامة نوع من التوازن بين تحالفاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وبين علاقتها مع الصين الاقتصادية والتجارية من جهة أخرى. فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، يعني من غير الواضح كيف ستؤثر هذه الاتفاقية على موضوع الانتخابات الرئاسية في إيران. حتى الآن يعني لم يتم الكشف عن من هم، يعني ما زالت الأسماء يتم تداولها في إيران حول من سيكون المرشحين في هذه الانتخابات. لكن أنا أعتقد أنه العام الذي سيكون له أكثر أهمية ربما من الاتفاقية تأثيرها على الانتخابات في إيران هي موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة، موضوع العقوبات الاقتصادية. هل ستتمكن إدارة الرئيس روحاني من رفع هذه العقوبات أو جزء منها قبل الانتخابات، أم أن الأمور سوف تبقى تراوح مكانها إلى ما بعد الانتخابات الإيرانية ووصول إدارة جديدة في طهران تقوم بفتح باب المفاوضات بشكل جدي مع الولايات المتحدة. على كل، دكتور مروان، وبالنسبة للاقتصاد العالمي، الثنائية التي حكمت هذا الاقتصاد الأمريكية والأوروبية، هل سيكون الصين كلمة فيها بالمرحلة القادمة تعتقدون؟ اليوم 50% من الناتج الإجمالي العالمي أصبح في آسيا. يعني هناك تحول كبير في مركز الثقل الدولي حقيقة. يعني لم يعد مركز الثقل الاقتصادي موجود في الغرب اليوم. يعني الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الناشئة كلها اليوم أصبحت في آسيا، لذلك على ضفتي الهادي وليس على ضفتي الأطلسي. 50% اليوم من الاقتصاد العالم بدون شك صعود الصين في النظام الدولي أصبح يعني يشعر به الجميع، ليس فقط على المستوى الاقتصادي إنما على مستويات أخرى. الصين أصبحت حاضرة كما الآن في الاتفاق مع إيران، أصبحت حاضرة بشكل كبير على الساحة الدولية، لم تعد فقط نفوذها محصور في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. اليوم يعني إغلاق قناة السويس أوضح يعني حجم وتأثير الصين في الاقتصاد الدولي، لأنه جزء كبير من هذه المعدات والسلع التي تنقلها السفن التي تذهب من شرق آسيا، من
من الصين تحديدا الى الغرب، الى الولايات المتحده والى اوروبا الغربيه. لذلك لا يمكن برايي، ما عاد ممكنا. ولذلك الامريكان اليوم يتحدثون تقريبا اصبحت الصين بالنسبه لهم هاجس، كما كان الاتحاد السوفيتي خلال ايام الحرب البارده، يعني يصحون وينامون تقريبا على هذه المعزوفة المرتبطة بالصين. لذلك كما ذكرت لك، يعني ما عاد بالإمكان تجاهل الحضور الصيني وتأثيرها على الساحة الدولية، سواء من النواحي الاقتصادية أو من نواحي أخرى بدأنا نشهد بعض مظاهرها طبعا خلال السنوات القليلة الماضية. دكتور مروان، يبقى التطبيق هو العامل الأساسي في تحديد التحرك العالمي المقبل، خاصة تحرك الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن. المفاوضات الأمريكية الإيرانية إذن معلقة بالوقت الحاضر بانتظار أي طارئ جديد، ونحن على أبواب انتخابات رئاسية إيرانية داخلية بحزيران يونيو القادم. دكتور مروان قبلان، مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. كنتم معنا من العاصمة القطرية.